هنتكلم دلوقتي على الجهاز البولي. احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى زود الانسان بثلاث اجهزة، اللي هو الجهاز اللي هو الجلد، وده اكبر عضو في جسم الانسان، وعن طريق الوحدة الوظيفية اللي هي الغدة العرقية، والاثنين اللي هي الرئتين، وطبعا عن طريق ان هو بيتخلص الانسان من ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء زائد عن حاجة نتيجة لعمليات الايض عن طريق الرئتين في هواء الزفير. ودلوقتي هنتكلم على الجهاز البولي. الجهاز البولي يتركب من كليتين وحالبين ومثانة بولية وقناة مجرى البول. لما نيجي نتكلم على الكلية، الكلية بنلاقيها إن هي بتقع كلية الإنسان في الجزء العلوي من التجويف البطني على جانبي العمود الفقري. طيب الحجم، الطول الكلية بيبقى 12 سنتي، عرضها 7 سنتي، سمكها 3 سنتي. التركيب الخارجي للكلية بنلاقيها إن هي بتشبه حبة الفاصوليا، إن هي بيبقى من الخارج بيبقى إن هو السطح محدب، ومن الداخل بيبقى مقعر. طب مقعر ليه؟ عشان في بتتصل بيه 3 حاجات: الشريان، الأورطة. نبص لإيه؟ رحمه بيمدنا بفرع اسمه الشريان الكلوي، والشريان ده بيتفرع لفرعين، بيتجه كل فرع إلى كلية، ويخرج من الكلية برضو الوريد الكلوي، وكما برضو يخرج من الكلية حالب. التركيب الداخلي للكلية بيبقى عبارة عن القشرة. القشرة ديت وهي بتمثل عندنا هنا هو لو بصينا في الكتاب، القشرة ديت اللي هي الجزء الخارجي اللي هو بيبقى موجود أهو. هنبص اللي هو الكتلة دي المنطقة الخارجية، هنبص اللي هي الداخلية اللي هو عندنا اللي هو النخاع، اللي هو الجزء الدوري اللي هو بيبقى لونه بني، ولكن هنا هو القشرة بتبقى أكثر إحمرارا. هنعرف ليه؟ النخاع دوت بيبقى لونه بني، ودوت بيبقى مزود يحتوي على أهرام ملبيجي، وهي تبدو كأنها مخططة بسبب وجود أوعية تمتد بطولها. الحوض الكلية ودوت المنطقة الداخلية، ويبدأ من اللي هي قبل الحلق على طول. يبقى أنا عندي اللي هو الفكرة دي، النخاع حوض الكلية. يبقى هنا هو اللي عندنا القشرة بتبقى منطقة خارجية ضيقة، بينما النخاع هي منطقة وسطى، وهي بتبقى ايه بتبقى أكبر. وعندنا حوض الكلية اللي بيتجمع فيه اللي هو البول ويصب فيه الحالب. ملحوظة ايه هي بقى الملحوظه بتاعتنا؟ احنا قلنا ان الشريان الاورطه هنا هو بيدينا فرع ويروح ليبقى شريان كلوي، وبيتفرع عندنا هنا هو ايه كل فرع بيروح لكلي. هنبص نلاقي ان هنا هو كل دقيقه من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ده عامله زي الفلتر اهي، كل دقيقه يمر أكتر من 1.2 إلى 1.3 لتر من الدم خلال الكلية. كل دقيقة يتم عملية إن هو تنقية ويتخلص من إيه؟ من الفضلات النيتروجينية اللي هي البولينة والبوليك، وحيث يحمل الدم نواتج عمليات الأيض متجهة من خلايا الجسم نحو إيه؟ نحو الكليتين، طبعا للخارج عشان عن طريق ان هو فتحة البول. النفرون،
النفرون ده هو الوحدة الوظيفية للكلية، وحدة البناء والوظيفة في الكلية. كل كلية بتحتوي على كام نفرون؟ على مليون. طب يعني معنى كده هو الكليتين يحتوي على 2 مليون نفرون. طب ايه هو النفرون دوت؟ النفرون ده عبارة عن أنبوبة طويلة بس بتتميز إلى إيه؟ محفظة اسمها محفظة بومان. محفظة بومان ديت بنلاقيها إن هي الجزء الأولاني من الأنبوبة بتاعة النفرون بيبقى منتفخ وبين هو وماله، ودي بتبقى موجودة في القشرة. الجزء المنتفخ ده بيبقى موجود في القشرة، نوت عندنا الشريان الكلوي بيتفرع لتفرعات أصغر فأصغر فأصغر لغاية لما يحيط بالنفرون. يعني أهو النفرون أهو منتفخ أهو، اللي إحنا شايفينه أهو، بس نلاقيها بتتصل بالشعيرات النفرون دوت بيقول وظيفتين. إيه هما الوظيفتين دول؟ وظيفة اللي هو الترشيح والفرز. ليه؟ إحنا عندنا هنا هو محفظة بومان بتتكون من غشاء مزدوج. الغشاء المزدوج دوت بيبقى إيه؟ بيبقى دقيق، الثقوب اللي فيه دقيقة جدا. طيب تسمح بإيه؟ إحنا عندنا الدم هيدخل. الدم ده عبارة عن إيه؟ الدم ده عبارة عندي عن كريات دم حمراء، وعبارة عن طبعا البروتين اللي هو الألبيومين والفيبرينوجين والكلام ده كله. ونبص نلاقي ان هو فيه أملاح وفيه جلوكوز وفيه فيتامين وطبعا والبلازما. طيب محفظة بومان ديت هتعمل ايه؟ هتسمح بمرور المواد اللي هي الصغيرة الحجم. صغيرة الحجم دي هي عندي مين؟ المية والجلوكوز والفيتامينات والأملاح والفضلات النيتروجينية. طب الله، يعني ما دخلتش مين؟ ما دخلتش كريات الدم الحمراء ولا اللي هو الايه البعض اللي هي البروتينات اللي جت مع الدم. تمام كده هو، يبقى ده اسمه ترشيح. يبقى نقول تاني، عندنا محفظة بومان دوت هي ده جزء بيبقى منتفخ والشريان الكلوي بيتفرع تفرعات أصغر فأصغر لغاية لما يديني شعيرات دموية. الشعيرات الدموية دي طبعا الدم هنا هو من خلاله بيمر عبر محفظة بومان. محفظة بومان ده عبارة عن غشاء مزدوج بيحتوي على نوت ايه ثقوب ضيقة. الثقوب الضيقة ديت بتسمح بمرور بعض المواد صغيرة الحجم، والكبيرة لا بترجع من الدم مرة تانية، تمشي من هوت للإيه؟ بتتجه إلى الدم مرة تانية اللي هي تروح مع الوريد الكلوي. تمام؟ هنبص نلاقي هنا هوت عندنا محفظة بومان سمحت لنوت للمية والفيتامين، وسمحت للجلوكوز والنوت والفضلات النيتروجينية ان هي تمر. تمام. طيب حصل ان هو حصل عمليه الرشح. طيب انبوبه النفرون بقى اللي هي بعد الجزء المنتفخ، بنلاقي ان في نوت الانبوبه ديت بتبقى ملتفه ومتعرجه، بنقول عليها الانبوبه الملتفه القريبه. الانبوبه الملتفه القريبه ديت بيحدث فيها عمليه الفرز. يعني ايه بيحدث عملية الفرز؟ يعني معناه ان هو انا عندي دلوقتي المية اللي هي كانت جياني البلازما، هي فيها طبعا 90% منها مية، تبقى المية والجلوكوز والفيتامين والاملاح. الاربعة دول انا عايزاهم، ما اقدرش ان انا استغنى عنهم. اللي انا مش عايزاه هي الفترات النيتروجينية، هنلاقيه هيدخل على ثانية اسمها ثانية هينل، تنحني عند منطقة النخاع
في شكل حرف يو اسمها هنا ثانية هنيل. وثانية هنيل ديت اللي موجودة فين؟ في النخاع. مش احنا قلنا ان النخاع بيبقى فيه خطوط طويلة؟ الخطوط الطويلة ديت اللي هي من وجود ثانية هنيل. ثانية هنيل ديت هنبص نلاقيها ان هي القمة بتاعتها ناحية الحوض، وان هي بتبقى ايه مفتوحة ناحية القشرة. تمام، هنبص نلاقي ان يعاد الامتصاص تاني. ليه يعاد الامتصاص؟ من رحمة ربنا ان موجودة هنوت عندنا ثانية هنيل دي عشان يتم عملية الامتصاص. ليه عملية الامتصاص؟ المية، مش احنا قلنا نوت الدم عشان جزيئات المية جزيئاتها صغيرة ممكن تعدي من محفظة الدمام. طيب يبقى معنى كده ان الانسان عايز يشرب كميات كبيرة مية عشان يعوض، لكن من رحمته ان نوت بيعاد الامتصاص المية جزء من الجلوكوز والفيتامين والاملاح. طب واللي هو بقى ما تمش حصل ان هو الحمد لله عايزين نتخلص منه، ان هو من الفضلات النيتروجينيه، هيمشي في الانبوبه المتعرجه البعيده اللي هي بنسميها الانبوبه الملتفه البعيده، ويقوم رايح يصب في اللي هي الانابيب اللي هي اسمها الانابيب الجامعه التي تقع في حوض الكليه او في تجويف الكليه. تمام كده هو. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان عندنا النفرون بيتكون من محفظة بومان، وديت موجودة في القشرة، وموجودة في القشرة برضو الأنبوبة المتعرجة الملتفة القريبة، وبعد كده بتبقى عندنا ثانية هنيل بتروح لمنطقة النخاع، وبعد كده بترجع لي تاني في نواة الأنبوبة المتعرجة الملتفة البعيدة، وبعد كده بتاخد نواة الأنبوبة بعضها ان هو ايه وتمتد عشان تصب في الانابيب الجامعه التي تقع في حوض الكليه. تمام. تركيب الجهاز البولي هنلاقي ان هو عندنا، احنا اتكلمنا دلوقتي على الكليه، دلوقتي هنتكلم على بقيه الاجزاء الجهاز البولي. هنلاقي ان موجود حالبان، والحالبان دول بيتصلوا كل حالب بكليه، وبيروحوا يصبوا فين؟ في المثانه البوليه. المثانه البوليه ده عباره عن كيس عضلي صغير وله عضله عاصره ومجرى البول، ودي قناه تتصل بالايه؟ بالمثانه، يمر خلالها البول خارج الجسم. هنلاقي ان مجرى البول بيختلف في الذكر عن الانثى، بيبقى في الأنثى حوالي 2.5، بينما هنا هو الذكر حوالي 20 سم. طيب إزاي يتم استخلاص البول؟ هنبص نلاقي إن إحنا قلنا إن نوت الشريان الأورطة بيتفرع ويديني شريانان كلويان، كل شريان بيتجه إلى الكلية عند السطح المقعر، يتفرع الشريان الكلوي الى افرع اصغر فاصغر، وتتكون ان هو شبكه من الشعيرات الدمويه داخل محفظه بومان، يرشح في محفظه بومان الجزء السائل من الدم بما يحتوي من ميه وفضلات ومواد معدنيه وجلوكوز، ولا يتم ترشيح خلال الدم بعض جزيئات البروتين، وطبعا هنا هو خلايا الدم وبعض جزيئات البروتين، وذلك لكبر حجمها الفرز بقى. وبعد ذلك يمر الراشح عبر النفرون ويفرز بقى المواد دي. احنا قلنا بتتفرز فين بقى؟ في الانبوبه القريب الملتفه القريبه، الانبوبه المرتفه القريبه. طيب الامتصاص الاختياري ده بيتم فين بقى؟ بيتم فيه ثانية هنيل، بيتم فيه ثانية هنيل، إن هنا بعض المواد المهمة يعاد امتصاصها، يعاد امتصاصها، وفي نهاية هذه العمليات التلاتة يتكون البول. طب هيبدأ يمشي بقى فين؟ في الأنبوبة الملتفة البعيدة، وبعد كده بتمتد وتصب في الأنبوبة الجامعة اللي موجودة في حوض الكلى. طيب مكونات البول، مما يتكون البول؟ يتكون البول من الميه الفائض عن حاجه الجسم والفضلات النيتروجينيه اللي هي اليوريا وبعض املاح غير العضويه.
امال ايه هو بقى الفشل الكلوي؟ الفشل الكلوي ان معنى كده ان الكلية نفسها مش قادرة تقوم بوظيفتها. طب مين هنا هو الوحدة الوظيفية بتاعتها؟ اللي هو النفرون. يبقى معنى كده هو النفرون حصل له تهتك او حصل له اي حاجة او اصيب بميكروب ادى الى ان هو مش قادر يقوم بالوظيفة بتاعته، فادى الى تراكم المواد الاخراجية في الدم وبالتالي التسمم ثم الموت. طيب امراض الكلى، عصوات الكلى. اول حاجة عندنا عصوات الكلى. عصوات الكلى دي بتنشأ نتيجة تجمع البلورات الأملاح المعدنية في الجسم، ودي البلورات بتبقى حجمها كبير. طبعا لما يكون حجمها كبير، طب ما هي موجودة فين؟ في الكلية أو الحالب أو المثانة. طيب بتسبب مغص وبتسبب تضخم الكلى ودمور الكلى. طب إيه علاجها؟ إن تتفتت بالموجات التصادمية بالليزر لو كانت صغيرة إلى حد ما. طب لو حجمها كبير لازم نتدخل بالجراحة لاستئصال الحصوة الكبيرة دي عشان خاطر ما يحصلش إن هي تجرح وتجرح نوت الحالب وتجرح المثانة البولية ويبقى فيه نزيف دم داخلي ودوت نوت إيه ودون إن هي تتفتت. وفي نفس الوقت العملية الجراحية كويسة في ان هي بتعمل تدي فرصة انها توسع الحالب علشان خاطر لو اتكونت مرة تانية تبقى سهل ان هو في عملية نزولها. تاني حاجة التهاب الكلى. ينشأ التهاب الكلى نتيجة لتأثير بعض انواع البكتيريا. فطبعا ان هو البكتيريا دي لما تخش ان هو عندنا الكلية هتعمل ايه؟ اهم حاجة هتهاجم اللي هي اهم حاجة في الكلية اللي هو محفظ الدومان. طيب ونتيجة لمهاجمتها هتؤدي لان هو انتفاخ وتورم النفرونات وتحطمها، مش هتقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها نتيجة لعدم قدرتها على ان هي ترشح الدم وتتخلص من الفضلات السامة دي. دي ممكن تعمل بقى ان هو فشل كلوي وتعمل مشاكل. هنبص نلاقي ان هو برضو عندنا التهاب المثانة الحاد. طب والالتهاب دوت بيعاني منه مين؟ كتير قوي من الاطفال، وبسبب ان هو امراض الاوستين وضعف المناعة، وديت بتبقى نتيجة ان هو وصل ميكروب بطريقة عن طريق الدم او عن طريق الجهاز التناسلي، والميكروب دوت يعمل بقى صديد. العلاج ان هو لازم استخدام المضادات الحيوية. طيب الفشل الكلوي يعني فشل الكلوي يعني الوظائف نفسها مش قادرة تقوم بيها. طب والسبب ايه؟ استعمال الأدوية اللي هي تضر بالكليتين، فطبعا يؤدي ده الى ان الكلى يتم فيها تراكم مادة اليوريا في الدم والبولينا، وده طبعا يؤدي للتسمم والموت. طب ده هيضطر نعمل ايه؟ طبعا الفشل الكلوي دوت هيضطر ان احنا نعمل جهاز كلى صناعي علشان خاطر الكلى الطبيعية مش قادرة تقوم باستخلاص اللي هي الفضلات النيتروجينية او البولينة او البوليك. فبنضطر ان احنا المريض دوت نقول له لازم تيجي تغسل مرتين او ثلاثة في الاسبوع. طيب جهاز الكلى الصناعي دوت بيعمل ايه؟ بيقوم بعملية تنقية الدم من الفضلات، وهو يعمل كالتالي. إنه طبعا المريض نفسه بيحصل إن هو في اتصال ما بين الشريان المريض إلى الجهاز عشان يمر من خلال أنبوبة ذات غشاء رقيق. طب الغشاء الرقيق ده وشبه المنفذ ده بيقوم بدور مين؟ محفظة بومان في النفرون. يمر من الجهة الأخرى للغشاء سائل التنقية. طبعا هنا هو الغشاء دوت عدى مين؟ عدى المية وعدى الجلوكوز وعدى الفيتامينات وعدى الأملاح، وما عداش مين؟ ما عداش كرات الدم الحمراء والبروتين. طيب معنى كده إن المريض دوت فقد مية وفقد فيتامين وأملاح. يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟
هنعوضه بإيه بقى؟ نعوضه بسائل التنقية للدم، وهو يحتوي على جميع نواتج الأخرى، نواة إيه، محتويات البلازما ما عدا اليوريا والنواتج الأخرى اللي هو طبعا عايزين نتخلص منها. ملحوظة، يمكن للفرد أن يعيش بكلية واحدة، وفي هذه الحالة تنمو الكلية وتكبر قليلا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لتقوم بعمل الكليتين معا، ولكن لا يمكن أن يعيش فترة طويلة دون أي كلية، لأن أي نوع توقف الكليتين عن العمل ده معناه زيادة البولينة والبوليك في الدم، يعني معناه تسمم، وده يؤدي إلى حالة الوفاة. تالت حاجة إن هو هنلاقي إن هو عندنا الكبد. الكبد ده بيلعب دور مهم أوي في عملية الإخراج، بالإضافة إلى وظيفة عملية الهضم اللي هو والتمثيل الغذائي. عشان احنا قلنا قبل كده هو من ضمن المواد الأجهزة اللي هي بتساعد في عملية الإخراج الكبد. الكبد ده كان بيقوم بإيه؟ بياخد البلورات اللي هي الأملاح أو البلورات اللي هي السامة، إن هو أو المواد السامة، بيحولها إلى مواد غير سامة. تمام كده؟ طيب، وبيعمل إيه بقى الكبد؟ بيفصل المجموعة النيتروجينية اللي هي الأمينية اللي هي NH2 من الأحماض الأمينية الزائدة، ويحولها إلى يوريا، ويطردها في صورة بولينة عن طريق الكليتين إلى خارج الجسم. نقول تاني، الكبد بيعمل إيه؟ بيفصل المجموعة النيتروجينية اللي هي NH2 من الأحماض الأمينية. في الحاله ديت هنا هو عندنا المواد النيتروجينيه بقت إيه اسمها ايه، تحولت لحاجه اسمها ايه، يوريا. يوريا دي ما تفضلش في الجسم، طب تتحول لصوره ايه بقى، بولينا، بتاخدها الكليتين الى خارج الجسم. اخر حاجه اللي هي وجود من الامراض، وجود املاح بالكلى او المثانه، عبارة عن وجود نسبة من الأملاح، طبعا مش كبيرة، احنا كنا قلنا قبل كده هو في بلورات اللي هي عالجناها بالليزر، لكن ديت أملاح صغيرة ممكن التخلص نوت منها عن اللي هي الأملاح اليوريا أو الأكسالات ديت، عن طريق نوت استخدام نوت بعض اللي هو الفوار، وإعطاء المريض محاليل بالوريد لزيادة نواة التكوين البول، وإذابة الأملاح مع بعض المسكنات. نعرف اليوريا، اليوريا دي مادة إخراجية سامة يكونها الكبد وفصل المجموعة النيتروجينية الأمينية الـ NH2 من الأحماض الأمينية الزائدة، ويتم طردها عن طريق الكليتين إلى خارج الجسم في صورة بولينة. ايه هو تسمم البولينة؟ حالة تنشأ نتيجة تراكم المواد الإخراجية في دم الإنسان بسبب توقف الكليتين عن أداء وظيفتهما، اللي احنا بنقول عليه فشل كلوي.